بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. حضورنا الكريم من مختلف مناطق المملكة الحبيبة، أهلا وسهلا بكم في تدريب القنفذة وفي دورة كسر الجمود في التدريب عن بعد. في هذه الليلة مدربنا من الشخصيات التي أحدثت تأثيراً واضحاً في مجال التقنية، وأصبح بمثابة علم في مجاله كالنجم البراق الذي لا يخفت بريقه ونترقب إضاءته كل ساعة، فاستحق أن يرفع اسمه عالياً. إنه الأستاذ موسى محمد الشيخي، مشرف تدريب حاسب آلي، مسؤول التحول الرقمي بقسم التدريب، ولديه بكالوريوس حاسب آلي وماجستير في تقنيات التعليم ودبلوم عالي في التربية والإرشاد، ومؤسس صفحات الويب ASP.net، ومؤلف ما يقارب 9 حقائب تدريبية في موضوعات مختلفة. فأهلا وسهلا بك أستاذنا القدير موسى، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الزملاء والزميلات الحاضرين لهذا البرنامج من مختلف أنحاء الوطن الغالي، سعيد بتواجدي بينكم في هذا البرنامج كسر الجمود في التدريب عن بعد. طبعا نستمر إن شاء الله إلى 9 بحول الله وإرادته، أو إلا ربع إلا 10 في هذا الحدود، نعطي وقت للزميلة للتحضير. فأنا بعطيكم بشرح المادة العلمية الموجودة معي، وبعطيكم وقت إن شاء الله مخصص للأسئلة. فأنا الآن ما بشوف معكم الأسئلة، ولكن عندما أخصص الوقت لاستقبال أسئلتكم فيليت يكون الإرسال الأسئلة في نفس الوقت اللي أقول الآن أرسلوا الأسئلة. طبعاً ما فيها المايكات والكاميرات، كل هذه في هذا البرنامج هو التحكم من عندنا، فلا أحد يخاف من الكاميرا أو المايك، فكل الكاميرات والمايكات مغلقة بالنسبة لكم. طيب، كسر الجمود في التدريب عن بعد. لماذا كسر الجمود في التدريب عن بعد؟ طبعا تعلمون التدريب عن بعد والظروف المحيطة بالتدريب عن بعد، وقد يطول التدريب عن بعد على المشاركين لتفرد المشارك، يعني المتدرب في غرفة لوحده في تلقيه للمادة العلمية، فقد يحصل نوع من الجمود في التدريب وعدم التشارك، عدم المشاركة أو التفاعل مع المدرب. في البداية بنعطي هذا محتوى للبرنامج الخاص بنا في هذه الليلة إن شاء الله. بنتكلم عن بشكل سريع جدا الإطار النظري، الجانب النظري بنتحدث عنه بشكل سريع جدا، والمذكرة هذه بتكون بين أيديكم وبيكون لها مجلد كامل. حقيقة هو عبارة عن الصور، الروابط، النصوص، كل ما يتعلق بإنتاج هذا العمل الذي أمامكم وبيكون بين أيديكم. طيب، هذه عبارة عن أهداف البرنامج حقنا. طبعا أنا ملزم أن أنهي هذا البرنامج وقد حققت على الأقل 5 من هذه الأهداف. بالضبط ماذا نعني بالجمود في التدريب عن بعد؟ ماذا نعني بكسر الجمود في التدريب عن بعد؟ لابد المدرب يعرف دوره أثناء تأديته للتدريب عن بعد، كذلك المشارك المتدرب اللي حضر ليستفيد من هذا البرنامج التدريبي ولتحصل الفائدة، ما هو الدور الذي يقوم به هذا المشارك؟ كذلك الأنشطة والتدريبات التي تقدم في التدريب عن بعد، كيف خصائصها؟ ما هي خصائصها؟ ما هي مميزاتها؟ هل هي كبقية الأنشطة في التدريب التقليدي، التدريب المباشر؟ طبعا هنا بيختلف الأمر تماما. كذلك
نريد أن نتعرف كيف يمكن أن ننشئ مجموعات تعاونية عن بعد، وهذا جدا جدا مهم خاصة في البرامج التي تكون فوق اليومين الثلاثة أيام إلى خمسة أيام. هذا جدا مهم أن يكون في تعاون بين المشاركين. طيب، وبنتعلم إن شاء الله مع بعض مجموعة من التقنيات في كسر الجمود عن بعد. في النهاية أو في الخطوة الأخيرة، نحن نريد التدريب التقليدي كيف ممكن يساعدنا في كسر الجمود عن بعد. طيب، إذا نبدأ على بركة الله في موضوعنا. لمحة بسيطة ولمحة سريعة عن التدريب والتعليم عن بعد. طبعاً هذا مفهوم التدريب عن بعد، أنا بركز على الجمعية الأمريكية للتعليم عن بعد، عرفت التعليم والتدريب عن بعد بأنه عبارة عن المواد اللي يتم إيصالها للمتلقي عن طريق إما الأقمار الصناعية، طبعاً مشملها يعني تشتمل على الأقمار الصناعية، أشرطة الفيديو، الحاسب الآلي وغيرها من التقنيات ووسائط التعلم. طبعاً أول ما بدأ كان عندنا، بنشوف إن شاء الله في الأجيال، كان التعليم بالمراسلة، وعندنا ما يسمى التعليم المفتوح. التعليم المفتوح هذا أوجد للدول النامية، الدول الفقيرة، وبعض الجمعيات ذكرت أو كان اهتمامها وهدفها إيصال التعليم للطبقات الفقيرة، فأوجد التعليم المفتوح. طبعاً التعليم المفتوح المصدر هو بيكون يقدم محاضرات مجانية، مصادر معرفة، كتب، وسائط إلى غيره من الأشياء، تكون بشكل مجاني. فهنا نسميها مثل المصادر المفتوحة، لما نقول الوسائط مفتوحة المصدر، يعني الكل له الحق في هذه المصادر ويستطيع أنه يطور عليها. البعض ذكر في اختلاف بين التدريب عن بعد وال التعليم أو التدريب مفتوح المصدر أو التعليم المفتوح المصدر. التدريب عن بعد عادة ما يكون مجاني، وعادة يكون مجاني، هذا التدريب عن بعد والتعليم عن بعد. بينما التعليم المفتوح والتدريب المفتوح هذا هو مجاني تماما، لأنه وجه لي في الواقع وفي الهدف أنه وجه لي الطبقات الفقيرة والدول النامية. طيب، هذا الجيل بمر عليها أجيال. طبعاً من عام 1950 في أمريكا وأوروبا بدأ التعليم في الجيل الأول بالمراسلة، كان عبارة عن نصوص مطبوعة، مذكرات ترسل بالبريد للجهة للشخص ويقوم بدراستها والتعلم عن بعد بالمراسلة في بدايته، ثم تطور بوجود الحاسب الآلي، فأصبحت هذه الأشياء المطبوعة بالإضافة إلى أشرطة مرئية وأشرطة المغناطة والحاسب الآلي، البث التلفزيوني، فكان هذا يسمى الجيل الوسائط المتعددة، حاسب آلي وأشرطة فيديو وغيرها. نجي عند الجيل بعد كذا، نموذج التعلم عن بعد، هذه حدثت في المؤتمرات المرئية والاتصالات المسموعة وبرامج الأقمار الصناعية والبعض القنوات. ثم تطور الجيل الحالي، طبعا انا اتوقع انه هذا عام 2002، اتوقع انه بيكون في جيل خامس صراحه للثوره التقنيه الهائله اللي نمر فيها الان. فالان لم يعد الامر فقط وجود انترنت، احنا نحتاج الى ما بداخل الانترنت من ادوات نستخدمه. الانترنت الان في كل مكان، لكن الادوات اللي تستخدم داخل الانترنت، اذا كان عندك ادوات جيده بيكون عندك تدريب جيد، بيكون عندك تعليم جيد. اذا الجيل الرابع كما تشاهدون يمتد، الجيل الرابع عباره عن شبكه الانترنت طبعا، والبريد الالكتروني، والاقراص المغرطه، القنوات الفضائيه. طبعا الاقراص المغرطه هذه استبعدوها، القنوات الفضائيه الان اصبحت القنوات الفضائيه وتعمل بشكل خاصة في الأزمة اللي نمر فيها حاليا، تعمل بشكل رائع جدا، بإضافة إلى مواقع التفاعلية، إلى المواقع مثل اليوتيوب، القنوات اللي على الويب، قنوات الويب. فالآن على وشك أن التلفزيون يختفي من حياتنا ويصبح التلفزيون على الانترنت. بعض القنوات الآن بدأت أنها ترفع محتواها الإعلامي المرئي على الانترنت،
فنشعر بالسعادة لما نبحث عن قناة من القنوات ونجدها على اليوتيوب بث مباشر تريحنا من ان نصفي الدش وما ادري ايش واضبط القناة مباشرة. فأتوقع يعني فترة فقط فتتحول كلها الى التلفزيون الويب اللي هو على الانترنت. طيب هذا عبارة عن الأجيال الأربعة من التطور في التعليم عن بعد. طبعا أنا بذكرها لأنه هذه الدورة امتداد لدورات لابد أنك تكون مثلا حاصل على دورة التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد بعض المهارات فيها، منها من ضمنها هذه الأشياء. بعد كذا ندخل في الأدوات اللي نستخدمها، بعد ذلك في كيف تكسر الجمود في التدريب عن بعد. لذلك أنا ممكن في بعض الزملاء والزميلات أول مرة يحضروا البرامج التدريب عن بعد أو شيء له علاقة بالتدريب عن بعد، فأنا حبيت أني أنوه في البداية لا أكثر. الإيجابيات والسلبيات، إيجابيات التعليم عن بعد وسلبيات التعليم عن بعد. طبعا الإيجابيات كثيرة جدا، وخاصة في كما تلاحظون ونلمس جميعا الوقت الراهن، الوطن وما يمر به من الأزمة واللي اجتاحت العالم كامل، تحولنا جميعا إلى التدريب والتعليم عن بعد، لم يكن لنا خيار في ذلك. طبعا هو استراتيجية دولة تقوم عليه المشكلة. قد يكون دائما أقول هذه الكلمة، المملكة العربية السعودية الترتيب 13 رقم 13 على مستوى العالم في الأمن السيبراني يعني، والمشكلة عندنا نحن المواطنين بالبعض إنه ما هو قادر إن نستطيع أن نلحق بالمستوى الدولة. لذلك لابد نحن كأفراد إن فعلا نكون على قدر من المسؤولية ونلحق بالركب. الجميع الآن بدأ يتعلم التقنية، بدأ يقتنع إنه ما في حواجز عن التقنية، والدليل إنه بعض اللي شاركوا معنا من الزملاء أول مرة يدرب عن بعد وما شاء الله تبارك الله نجح في تدريبه عن بعد. إذا سهولة الوصول للجهات المقدمة، هذه أول ميزة. أن نستطيع، بالأمس كان معنا جهة من الكلية الجامعية بالقنفذة وقدموا برنامج ما شاء الله تبارك الله على مستوى عالي، والليلة اللي تسبقها كان برضو برنامج من الكلية التقنية في علم النفس السبراني، وكان حضور جدا رائع. لذلك لو كان في الواقع قد يكون صعب أن نوصل إلى أعضاء هيئة التدريس من الجامعة الكلية الجامعية بالقنفذة، جامعة أم القرى أو أي جامعة عالمية ممكن يكون بينك وبينها تعاون عن بعد. لذلك في سهولة الآن أصبحت في التعليم أو التدريب عن بعد الوصول هذه الجهات. طبعا التكلفة المادية بسيطة جدا، الآن أنتم تحضرون بشكل مجاني تماما. الجهة المستضيفة قد يكون اشتركت في المنصة هذه اللي تتدربون عليها بمبلغ بسيط، يعني ما هو ذاك المبلغ الكبير. لذلك فالتكلفة المادية في المتناول الجميع. الدورات تتكرر، الدورات التدريبية تتكرر، العناوين تتكرر. المدرب هذا والله أعجبني أسلوبه، أعجبني طرحه، أنا بحضر عنده، وشخص آخر لا، أنا أعجبني مدرب آخر لنفس البرنامج. فهنا تنوع في الدورات في التدريب عن بعد. أعجبني والله التدريب في محافظة القنفذة، فأنا دائما أحضر معاهم برامجهم وأستمتع بالمنصة اللي يقدموه من خلالها. شخص آخر أو متدرب آخر ما هو عارف كيف يستخدم البرنامج، والله برنامج الإدارة الفلانية أفضل، وأنا دائما أحضر معاهم وأستمتع. لذلك هنا الذوق، كل متدرب يستطيع يذهب إلى الجهة التي يجد نفسه بها. طبعا رفع المستوى، الآن أصبح الكل يتكلم عن التعليم الإلكتروني والتدريب عن بعد، بوابة المستقبل، منظومة التعليم الموحد. ما كنا نسمع مثل هذه المصطلحات بين الأفراد، بين طلابنا، أبنائنا في المنزل، المنظومة، بوابة المستقبل، التعليم عن بعد، التدريب عن بعد، كلها بدأت تنتشر الثقافة بين الأفراد. لذلك فهذا شيء جدا نقطة إيجابية. طبعا كذلك أنه سد النقص في الهيئات التعليمية، مثلا يكون في مثلا في كليات الطب أو الهندسة أو كليات الحاسب أو التخصصات النادرة، هذه ممكن نستعين بأي جهة عالمية في قدموا لنا محاضرات عن بعد. فهنا الجامعات أو الهيئات التعليمية اللي عندها نقص في أي مجال من المجالات تستطيع أن تعمل شراكة مع أي جهة من الجهات ويقدم البرنامج عن بعد.
مجموعة من الفروق إلى 10 لضيق الوقت، أنا ما أمر عليها كثير، ما أستعرضها كاملة، ممكن فيما بعد تطلعوا على هذه النقاط، ولكن هذا الإيجابيات التي ذكرتها. طبعا هناك بعض السلبيات في التدريب والتعليم عن بعد، منها عدم وجود متابعة للمدربين غالبا أثناء وبعد التدريب. الآن احنا الآن ممكن ما أستطيع أني أعرف مستوى الإنجاز أو ما تحقق لديكم من أهداف في هذا البرنامج. كذلك بعد التدريب ما أستطيع أني أقيم المجموعة اللي معي، الآن كل راح إلى حاله. الشيء الآخر، وجود بعض المدربين لا يملكون مثلا مهارات في الإيصال المعلومة، مهارات في الاتصال، الأخذ والعطاء مع المشاركين، أدوات في التدريب. كذلك قلة الأنشطة التفاعلية والتمارين التدريبية في التدريب عن بعد، زي ما تلاحظون هي مادة علمية وأنا جالس أشرح أو أقرأ هذه المادة العلمية، ما في أي تفاعل مع المشاركين، حتى أي واحد الآن بيرفع يده أو شيء المدرب ما بيلاحظه ولا بيشاهده، المدرب منهمك ومتجه إلى المادة العلمية يبغى يوصلها للمتلقين. فهذه من السلبيات اللي تواجه التدريب عن بعد. طبعا بعض الجهات لا تعتمد إلى الآن الشهادات حق التدريب عن بعد، وهذا حقيقة، وبينما في جامعات يصعب عليك الدخول لها، يصعب عليك الدخول لها للشروط، وعندنا في المملكة موجودة هذه الجامعات، للشروط اللي تضعها هذه الجامعة، يعني حتى الجامعات العادية ما وضعت شروط بالقوة. لذلك بعد فترة ليست بالبعيدة، طبعا أزمة الكورونا في الوقت الراهن فتحت لنا الأذهان وجعلتنا ننتبه لأنفسنا، إن كان صحيا، تعليميا، مهنيا، في جميع المجالات، من ضمنها التعليم والتدريب عن بعد. من الآن نسأل الله أن يزيل الغمة عنا وعن البلاد المسلمين وعن العالم كافة، بعد بحول الله بعد زوال هذا الأذى عنا، نحن تتغير حياتنا تماما، إن كان في التعليم، إن كان صحيا، مهنيا، في مختلف المستويات، منها على مجال في مجال التعليم الإلكتروني والتدريب الإلكتروني. التعليم عن بعد والتدريب عن بعد بيكون بها اهتمام كبير جدا. الدولة مهتمة بهذا الجانب، الجامعات مهتمة بهذا الجانب. أتكلم عن الأفراد، بعض القناعات، بعض الثقافات ما زالت، ولكن سوف تبدأ. طبعا عدم ضمان سماع ومشاهدة المشاركات للدورة. الآن أنا ألقي المادة العلمية بس البعض ما أدري الفلان معي، فلانة معي أو لا، ما يعني الحضور الكبير جدا، فما تستطيع أن تعرف هذا الشيء، بعكس لما تكون الدورة مباشرة. طيب، طريقة تعلم الآن ننتقل، كانت هذه عبارة عن مقدمة عن أو ماهية التدريب عن بعد، ذكرنا تعريف التدريب عن بعد واتفقنا أن نأخذ هذا التعريف، عبارة عن مجموعة، التعريف عن بعد عبارة بأنه توصيل شخص بعيد في مكان ما على الكرة الأرضية. أنا كجهة، جامعة، هيئة تعليمية، أوصل له هذه المادة ليتعلم، ليتدرب عليها عن طريق الأقمار الصناعية، عن طريق الحاسب الآلي، عن طريق أي كان. في الوقت الحاضر الإنترنت سيطرت على الوضع، إذا ممكن نقول أن التدريب عن بعد عبارة عن المواد تعليمية تدريبية يتم إيصالها للطرف المستفيد عن طريق الإنترنت وتقنياتها المختلفة، وكل واحد منكم له الخيار في تعريف كما يريد، لكن هو عبارة عن مادة تنقلها إلى الطرف الآخر ليتعلم منها. إذا في عندنا ثلاثة، اللي هي الرسالة والمرسل والمستقبل. ما هي الرسالة؟ هي المادة العلمية اللي نقلناها، المرسل الهيئة، الجهة التعليمية، الوسيط اللي عبارة عن الإنترنت ووسائل الإنترنت، الأدوات الموجودة داخل الإنترنت. هذه الأجيال الأربعة، التعليم بالمراسلة، الوسائط المتعددة، التعليم عن بعد، و التعليم المرن اللي هو الجيل الحالي اللي استخدمه فيه الانترنت
هذه مجموعة من الإيجابيات ما تخفى عليكم، إيجابيات التعليم عن بعد أو التدريب عن بعد، والسلبيات طبعاً أي شيء بيكون سلبية، وهذه بعض من السلبيات. طبعاً غالباً الموجودين معنا في التدريب عن بعد هم الراشدين، كذلك في التعليم المباشر. طبعاً أنتم دربتم كثير وحضرتوا دورات تدريبية كثيرة، فتجد البعض يعني ند للمدرب، إما يخطي المدرب أو يعطي معلومة أو. لذلك طريقة التعلم لدى الراشدين تمر بحلقة نسميها حلقة التعلم، بمر عليها هنا الآن. المدرب الذكي والمدرب الفاهم دائما يكسب المتدربين. طبعا لو أبدأ الحدة من البداية حتى عن بعد، لو أبدأ في المايك من البداية وأصدر بعض التوجيهات القوية، بعض الأوامر، بعض الأشياء الغير جيدة، طبعا بيفلت منه أمر التدريب. طبعا كيف نعرف ردة الفعل؟ ردة الفعل نعرفها بعد نهاية البرنامج، الرسائل اللي توصلنا من المتدربين، شكرهم، الأشياء هذه عبارة عن ردة فعل للبرنامج. إذن الراشدون دائما يتطلبون الاحترام في التعامل في التدريب، دائما وجهات النظر لابد تحترم، الأخذ والعطاء معهم، لا تحسسهم أنك معلم مدرس، لا، أنت فقط موجه ميسر لعملية التدريب، مرشد. في بعض الأوقات تعطي معلومات، في هذه الحالة سوف يستمع لك إذا كنت معهم كما ذكر. طبعا في البداية لابد أن ننطلق معهم فيما ما هو مألوف لديهم. طبعا الشخص اللي بيحضر معك، الشخص الكبير في أو الأشخاص الراشدين اللي بيحضروا معك وهو معه كم هائل من الخبرة، كم هائل من المعلومات، بخلاف الطلاب المعلم طبعا هو مصدر للمعلومة، أحد مصادر المعلومة للطالب، بإضافة إلى كما تعلمون مصادر المنهج المختلفة. لكن هذا الشخص الكبير اللي داخل معك في التدريب أو التعليم عن بعد، هذا الشخص معاه خبرة، معاه مؤهل تعليمي، معه من هذه الأشياء، ويراك ندا له. طيب كيف نكسب المتدربين حتى في التعليم عن بعد؟ طبعا هنا هذه الحلقة اسمها حلقة التعلم، هنا التجربة، التفكير، الاستنتاج، التخطيط. أنا معكم وضابط الوقت، في الوقت المحدد إن شاء الله بتكون النهاية للجانب النظري، ونبدأ في الجانب العملي اللي هو أعتقد أنه الأهم. التجربة، ماذا نقصد بالتجربة؟ طبعا هذه الحلقة هي طريقة تعلم الكبار السن الراشدين اللي هو نحن. في البداية لابد أني أجرب هذا الشيء، مثلا تعطيني جهاز، لابد أني أجرب هذا الجهاز. طيب تبغى تقنعني في الجهاز هذا، لابد أني أجربه. طيب بعد ما أجربه أفكر، هل أنا نجحت في 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 هذا الجهاز؟ هل أني فعلا بيأدي الغرض اللي يحتاجه من أجله؟ هل في بعض البرامج اللي أنا أحتاجها؟ طيب فيما بعد الاستنتاج، نعم استنتجت أني فعلا هذا الجهاز ومفيد لي، ولكن أنا محتاج أني أرجع مرة ثانية وأجرب. هنا التخطيط، استنتج هنا أنه بحاجة أنه يرجع مرة ثانية ويجرب للتأكيد. فالكبار في التعلم بهذا الشكل، لا بد أنه يجرب. تبغى تقنعه بشيء؟ مستحيل، خليني أجرب وشوف. الآن لو طرحت عليكم فكرة، بالضبط لابد في البداية تجربة، بعد التجربة تفكر هل فعلا هذه التجربة مجدية أم لا. طيب استنتجت ايش؟ والله مجدية. طيب كيف؟ فيها بعض الأخطاء، ايش الحل؟ نصحح الأخطاء. كيف؟ نعيد من جديد. إذا هنا التخطيط. طبعا توفيق مختلف أنماط وخيارات التعلم اللي أقصد بهذه النقطة. الآن الأدوات اللي بعرضها لكم أدوات كسر الجمود في التدريب عن بعد، نستعرض إن شاء الله ماذا نعني بالجمود في التدريب عن بعد، وكيف نكسر الجمود في التدريب عن بعد. هي تقريبا 8 أو 7 أدوات. أنت كمدرب ما أنت ملزم أنك تستخدم كل هذه الأدوات، لو استخدمت كل هذه الأدوات
راح عليك البرنامج التدريبي وراح عليك المتدربين، يعني لا انت مع المتدربين ولا انت مع ادواتك. طيب الجمود في التدريب، طبعا الجمود في التدريب عن بعد هو الان الذي حاصل الان بيني وبينكم. انا الان القي ماده وانتم مستمعين، اشوف الرسائل هناك بس ما افتح الرسائل، وماشي في القائي. الان هذا هو الجمود في التدريب عن بعد. يمكن تعريف الجمود في التدريب عن بعد انه قله او ندره المشاركه والتعاون في التدريب بين المدرب والمشاركين او بين المشاركين انفسهم. طبعا انتم الان فقط اللي يشوف المحادثات حقكم هو مسؤولة مديرة البرنامج الأستاذة عليا والمدرب. المدرب مشغول بالعرض اللي أمامكم. إذا هذا نحن الآن في جمود في التدريب عن بعد. هذا المثال أجا وحده. طيب لماذا الجمود في التدريب عن بعد؟ طبعا طبيعة المادة، هذا الجمود في التدريب عن بعد طبعا طبيعة المادة، ممكن مثل المواد الطب، مواد الهندسة، الحاسب الآلي فيها برمجة، المواد الرياضيات، العلوم ممتازة، العلوم جميلة حتى في الأحياء والأشياء هذه، لكن بعض المواد العلمية اللي فعلا تحتاج عرض تطبيقي، العلوم التطبيقية قد يكون طبيعة المادة. زيادة عدد المشاركين لما يحضروا معايا، يحضرون معنا في 498 من 500، أنت ترد على مين ولا مين من المشاركين؟ طبعا في الارشادات التدريبيه في البدايه، انه ما في يكون ارشادات تدريبيه، نحن اعطيناكم في البدايه ارشادات تدريبيه، الصوت واضح، وجدنا الصوت واضح الحمد لله. طيب المايك والسماعه هذا لا تقلقوا منها كمشاركين، كل هذا التحكم بيكون من الكنترول، وما بيفتح اي كاميرا او مايك على اي واحد من المشاركين الا هو يسمح بهذا الشيء. خبره المدرب، قد تكون خبره المدرب في التدريب عن بعد قليلة فيحصل الجمود في التدريب. الأنشطة التدريبية، قد تكون الأنشطة التدريبية قليلة أو غير مجدية أو ليست أنشطة تدريب عن بعد. إذن هذا هو الجمود في التدريب عن بعد. طيب دور المدرب، دوري أنا كمدرب لابد يكون عندي اطلاع، لابد يكون عندي المهارة، لابد يكون عندي رسالة، لابد يكون عندي ثقة بالنفس، لابد يكون عندي صدق المادة أو الشيء اللي يقوله، أقول فعلا صادق في نقله وفعلا أنا مقتنع فيه تماما وشيء واقعي، لا أجيب شيء من الخيال، لا زي ما يقولوا أبني للمشاركين اللي معي بيوت وهمية أو خطوط وهمية غير واقعية، مجرد أني أمشي الوقت هذا وأقدم المادة العلمية حقي. هذا أمانة أعتمدت عليها دائما. لابد كمدرب أن تحترم العقول التي أمامك. كيف تحترم العقول التي أمامك؟ بالإعداد الجيد، بالترتيب الجيد، بالبحث الجيد، بالاطلاع، بالجمع من المصادر المختلفة، وإعطاهم مادة علمية موثقة. فهذا هنا أن تحترم عقول الحضور وتحترم الموجودين. طيب دور المشارك، طبعا هنا بقول شيء للمدرب. أيها المدرب اعلم إن المشارك ما حضر إلا للفائدة، لذلك لابد أن تعد إعدادا جيدا في المادة العلمية الخاصة فيه. نجي عند دور المشارك اللي هو المتدرب، طبعا لابد أن يكون متعاون مع المدرب، محفزا للمدرب، يشارك في جميع الأنشطة، يتقبل ما يسدد لديه لو كان في مهام، محفز زي ما ذكرت، بناء علاقات جيدة مع المدرب، مع المتدربين، نحن عن بعد ودائما التواصل كثير. يمكن تلاحظون أنتم في قنوات التواصل الاجتماعي مثلا في السناب شات، في تويتر، في الواتساب، أن نحن خلف الشاشات غير الواقع. تجد المشاركين أو المستخدمين خلف الشاشات مختلف تماما عن الواقع. شخص تشوف مشاركاته، تشوف ردة فعله، لكن لما تقابله في الواقع ما لا ينطق بكلمة، فتستغرب فلان يخرج منه أو فلانة يخرج منها أو يخرج منها هذا الكلام، يعني أنا استغرب حقيقة، وهذا كثير ملاحظ وأنتم تعلمون ذلك. لذلك الهدف من كلامي هذا أن فعلا المشارك يكون على قدر من المسؤولية، على قدر من المسؤولية في أمام الجهاز أو أمام الأداة اللي بيستخدمها للتواصل
مع المدرب. طيب في رسالة هنا للمتدرب، زي ما ذكرنا هنا رسالة للمدرب، هنا رسالة للمتدرب، هنا رسالة المدرب أن ذكرنا أنه لابد المشارك ما حضر إلا الفائدة، فلابد أن تحترم العقول وتقدم مادة علمية، مادة علمية وافية أو مستوفية لهذه الأمور. طيب المشارك، تعلم أيها المشارك أن المدرب أعد وأعد واجتهد في إخراج المادة بالشكل الذي ترى، لذلك عليك الانضباط وتنفيذ هذه الخطوات التي ترونها أو التوجيهات ترونها أمامكم. طبعا الصورة هذه اللي عارف الاتصال الانترنت القديم، واحنا ما نبغى، نبغى الاتصالات الجديدة، نبغى نكون الفايبر اوبتيك مع المدرب. خصائص الأنشطة، بعض الاستجابات بحاجة إلى برامج مصاحبة، هذه المشكلة، المشكلة في الأنشطة التدريبية عن بعد أنك تحتاج إلى مواقع، تحتاج إلى برامج مصاحبة، حتى المواقع بعضها يكون بحاجة إلى تكون مدفوعة، يعني ما في مجانية، احنا نحب المفتوح المصدر والمجاني، هذا دائما مجاني ولا بفلوس؟ لا مجاني، مرة ممتاز، بفلوس لا، حتى ولو ما بسيط، مبلغ بسيط وبيخدم، ما ادري ليش مشكلتنا معانا عقد احنا في الشراء على من خلال الانترنت البرامج هذه، مع ان ننفق مبالغ طائله في اشياء. لذلك نحاول كمدرب عن بعد انك فعلا تستفيد من المواقع اللي بمقابل، ودائما تكون بسيطه، يعني ما هو ذاك المبلغ الكبير. طيب متى نكسر الجمود؟ أنا معكم. متى نكسر الجمود في التدريب عن بعد؟ طبعا جميع الصور هذه اللي ترونها في العرض، أنا أتوقع أحد المشاركين فكر فيها، أو هذا خروج عن النص، أنا أتوقع المشاركين يمكن ذكر منين الصور هذه، فهي موقع، هذه الصور كلها أنا أخذها في من تحت ترخيص المشاع الإبداعي، اللي هو كرياتيف كامون سي سي، فهي حق للجميع، وبعطيكم فكره عن الموقع هذا، وانا اضفت لكم في مجلد الروابط موجود رابط الموقع هذا. طيب متى نقوم بكسر الجمود في التدريب؟ اذا كان برنامجي ممتاز وماشي والمتدربين متفاعلين معي اكسر الجمود، طيب هم متفاعلين تكسر ايش؟ لا انا بس ابغى اكسر الجمود، طيب ما عليه تكسر ايش؟ هنا لابد تلاحظ كمدرب تكون فطن وذكي في هذه النقطة، إذا كان في جمود عندك في التدريب فأنت بحاجة لكسر هذا الجمود، إذا كان تدريبك والله ماشي وأمورك في السليم وتمام، مشي الأمور كما هي، ولا تقلق المتدربين اللي معاك، ولا تخرجهم عن الخط، عن الإطار اللي هم فيه الآن. طيب تمتاز الدورات التدريبية الناجحة بوجود أنشطتها التفاعلية، هذه النقطة واحد، لذلك لابد إن يكون عندنا أنشطة تفاعلية جيدة، متى ما المدرب كان بعيد عن هذه الأنشطة وما عنده معرفة وما عنده دراية بها، أكيد إنه بيكون فيه جمود في التدريب، لذلك نتعلم. متى نستخدمها؟ إذا فعلا لاحظت إن المتدربين بدأوا يشردوا مني، ما أنا مسيطر على الوضع، فأبدأ أحاول إني ممكن نكسر الجمود شوية، فخلونا نكسر الجمود شوية الآن، خلونا نكسر الجمود شوية. الآن وصلكم تصويت، الآن وصلكم تصويت على الجهاز، عند خروجك من المنزل هل ترتدي القفازات والكمامات الصحية؟ نشوف النتائج. في ناس زعلانين مني ما ادري ليه. لا ممتاز ممتاز، ما شاء الله ما شاء الله، انا عندي النسبه الحين بقول لكم النسبه بس بعد ما يوقف الا لا. حلو ممتاز، انا بشارك معكم في جهاز ثاني عندي هنا، بشارك برضه. ممتاز. طيب ما زال التصويت، اتوقع انه الجميع
طيب انت هنا طبعا نعم دائما بنسبة تتوقعوا كم؟ اشوف الـ اشوف الـ اشوف اجاباتكم عندكم تتوقعوا كم؟ انا اشوف الان اشوف الاسئلة الان انا ردوا لي في الاسئلة ردوا لي في الاسئلة خانة الاسئلة اللي قال 80 يعني قربت يعني يمين يسار حاول اللي 75 ينزل يعني اثنين في الاثنين يعني بين الاربعة ممتاز 93 الحصة ممتاز ثلاثة الان اصبحت في واحد راح صوت الان وخرب الوضع نعيمة 72 نعم 72% نعم دائما احيانا 21 نادرا أربعة لا أهتم ثلاثة طبعا أتوقع لا أهتم هذول الأزواج حقيقة الزوجة تروح إن كان معي شباب واللي لا تطلع اللي معاك الكمامات القفازات هو لا يهتم إن جات جات ما جات توكل على الله فدائما 73 دائما يا محمد غامدي 73 دائما فنحرص حقيقة أن نرتدي القفاز والكمام أثناء خروجنا شكرا لكم يعطيكم العافية نغلق التصويت طيب اذا شويه الان شفتوا كيف تنشطتم شويه وشاركتم المدرب فمثل هذه الاشياء نحن نحتاجها حقيقه في كسر الجمود الان حسيت انتم شعرتم انه في المدرب موجود انه في ناس معانا احنا قبل شويه كنا نشعر انه ما في احد معنا في القاعه انتم تقولوا بهذا الكلام طيب تقنيات في كسر الجمود عن التدريب الآن عندي بعض الأشياء بشارككم نغير الشاشة الآن كامل السطح المكتب يكون موجود عندكم الخاص في هذا سطح المكتب أنا معكم الآن مع بعضنا بننشئ نموذج خاص بننشئ نموذج خاص بجوجل نماذج جوجل بنشوف أن نموذج كذا مع بعض بننشئ هذا النموذج طبعا هذا النموذج بنعتمد عليه في جميع تدريباتنا وأنا بقول طبعا بنضع عنوان مشاركون في دورة كسر الجمود في التدريب عن بعد ممتاز أضغط هنا بس عشان العنوان يجي هنا ممتاز طبعا البيانات الزملاء والزميلات البيانات اللي بتوضع احنا بنضع فقط الاسم الاسم الأول والاسم الأخير قد تشابه أو تتشابه الأسماء لكن حطوا ثلاثة أسماء مثلا موسى محمد الشيخي أنا بشارككم والإدارة التعليمية فقط البيانات اللي بتضعونها البيانات هذه البيانات بشاركها أنا في الأنشطة البيانات اللي بتكتب هنا بتشارك في الأنشطة يعني لا أحد يشارك لا أحد يكتب بياناته إلا مقتنع إنه أو ما عنده مانع إنه يشارك في الأنشطة انت بتكتب اسمك الثلاثي والاداره التعليميه التابع لها وطبعا هي البيانات بتكون ما فيها اي شيء سري الاسم فقط والاداره التعليميه هي لغرض التدريب لا اكثر الاسم الثلاثي خلي مطلوب هنا كمان نكرر والاداره الإدارة التعليمية بهذا الشكل ما نحتاج شيء آخر نشوف بس شكله كيف بيكون النموذج خاص فينا هذا الاسم تعليم القنفذة وأضغط إرسال تم الإرسال
طيب الآن بشارككم الرابط، نسوي له تصغير، قص، نصف. طيب أوكي، نعم. الآن أنا الرابط اللي بأرسل لكم على الشات، بأرسل لكم على الشاتنج للجميع الآن وصلكم، وبخلي برضو بحوله كذلك إلى كيو آر. كيف نحول إلى كيو آر؟ هذا برضه يعني نستفيد منها. هذا موقع موجود في الروابط، هذا الزملاء والزميلات، هذا مجلد الدورة التدريبية، هذا مجلد الدورة التدريبية كامل، في عندي الأنشطة، في عندي الصور اللي استخدمتها في كل هذه من المشاع الإبداعي، يعني كلها مرخصة إلا تقريبا هذه الصورة ما استخدمتها وجبتها خلاص حذفناها. هذا الإعلان حق البرنامج ما تحتاجونه، وهذه كلها من المشاع الإبداعي، هذا برضه مؤشر بهذا الشكل. هذا محتوى، هذا فيها الفيديو بيكون موجود، فيها مجموعة من المراجع، النصوص، هذا اللي استخدمته أنا في، والروابط، هذه الروابط اللي استخدمناها، كل المجلد هذا بيرفع لكم للفائدة. طيب دخلنا على الموقع وننسخ الرابط هنا، لاحظوا تغير شكله، أقوم أسوي له بس كوبي وأشارك، ممكن الآن تمسحونه بهذا الشكل، لكن أنا برضو بأشرح لكم، أنا في محضر لكم اللي هو في النصوص شرح أبغى أحفظها بس PDF عشان تكون سهلة اللي العرض. خلاص نقفل هذه. هذا هو. طيب أعتقد أول كان أفضل في العرض. طيب ممتاز. الآن إحنا نسخنا ال نسخنا الكيو ار من الموقع، هذا هو الكيو ار، طيب الان انت تبغى تستخدم هذا في تدريباتك. الان انا قاعد اشرح لشخص ما هو عارف يستخدم الكيو ار، كيف ممكن يستخدم الكيو ار هذا، فأنا قاعد الآن إيش أقول له؟ أقول له بتدخل أنت على هذا الموقع، هذا الآيفون، الأجهزة الحديثة، خلينا نشرح من هذا. هذا برنامج، أي برنامج يستطيع القراءة، إن كان الآيس اللي هو الآيفون والآيباد أو الأندرويد، الأندرويد برضه لها برامجها الخاصة فيها. فأي برنامج مناسب إنه لقراءة الكيو آر اللي هو قارئ رمز القارئ السريع أو رمز القراءة السريع. طيب لما تشغل البرنامج بيظهر لي بهذا الشكل، في عندي هنا أنا الآن أنا عرضت هذه الشاشة عندكم على الجوال، أتكلم عن الجوالات، اللي عنده الحاسب الآلي ما عنده مشكلة، اللي عنده مثلا الايفون ما عنده مشكله، اللي عنده مشكله في الاندرويد ما تقرا الروابط اللي في الشات. الان صور الشاشه، صور الشاشه حق الجوال، اذا كنت داخل معي من الجوال صور الشاشه، ممتاز، صورت الشاشه، ممتاز جدا. طيب يعني كبشرها. طيب بعد ما تصور الشاشه تدخل على المتجر او السوق وبتنزل التطبيق اللي مناسب لك،
الاندروايد عاده يكون في حاجه كذا في الوسط اسمها فري، برضه هذا ممتاز. هذه الجزئيه، خليني اكبر الصوره بس قليلا، كبرت لكم. هذه هنا اللي علامه اللي يضغط عليها وادخل على الاستوديو. اذا دخلت على الاستوديو بتحصل الصوره امامك، تحصل الصوره امامك. اسحب الصوره، اختار الصوره، وبيبدا تظهر لك رساله براوزنج اللي هو الاستعراض الرابط. اللي هو هذا بالجوال الخاص فيني، هذا هو، تضغط عليه وينتقل بك الى المجلد الصور، بتاخذ الصوره. طبعا الاجهزه الحديثه بيكون فيها مباشره موجود قارئ الكيو ار، بتضغط على هذا مباشره تقرا الكيو ار. طيب انا بعود الان الى الرابط اللي عملناه ونشوف العدد، ما شاء الله تبارك الله وصل 97، والكل ما عنده مشكله في مشاركتنا، ما شاء الله شايفين العدد 100. انا ما ادري كم وصل العدد الحضور، ما شاء الله 271 حضور معنا، اهلا بكم جميعا. 100، ما ادري كم نعطيهم وقت عشان يعبوا الزملاء والزميلات، اشوف رايكم في الاسئله. برضو لابد المدرب يكون ياخذ راي المشاركين. نعطيهم وقت كم؟ دقيقتين، خمس دقائق، او نغلق النموذج. نعم في صوت. دقيقتين، طيب هاي دقيقتين. ما شاء الله العدد في زياده. الان انا ما ابغى اقول نبغى نخلي في جائزه، اخاف الجهه المنظمه، ولا خليني ساكت احسن. بهذا الكلام بنقصه بعدين في المونتاج، ما لا تخاف. يمكن في جوائز الزملاء والزميلات، يمكن في جوائز، سبحان الله. الان مديره التدريب ولا المدير التدريبي معنا يكون مشارك ويسمعون اللقاء، واحد يفوز بجائزه. والله انا ما ابغى اوقف النموذج لان اشوف العدد، لكن زميلتنا اعطتنا، اللي شاركت في الشات اعطتنا دقيقتين، فانا دقيقتين بوقف. شباب ترى ما في جوائز، اللي شارك عشان الجائزه يمسح مشاركتهم. تبقى معي 30 ثانية. طيب ممتاز ممتاز. احنا الآن بنحول النموذج إلى إكسل، واللي على بال ما نفتح الإكسل وننشئ، اللي بيشارك معنا بيكون وصل له هناك، ما في مشكلة. جميل جدا، الاسم الثلاثي والإدارة اللي تابع منها الزميل أو الزميلة، يا أهلا بكم جميعا. طيب ننزل الآن النموذج. إذا أحبتي الآن هذه خطوات، عبارة عن خطوات أنا أستخدمها في البرنامج. أنشأت نموذج الجوجل اللي أرسلته للمشاركين، عبوا النموذج هذا. الآن أنا بنزل النموذج صيغة إكسل إلى الجهاز، يكون خليه في النصوص هنا. تمام، نفتح النموذج هذا. حلو الكلام. يبدو المدرب عنده خطأ إملائي هنا، إدارة يصحح الخطأ، إدارة التعليم. طيب خلونا نرجع بس النموذج هنا عشان يكون واضح لكم العمليات اللي بنجريها. طيب الآن بشيل الطابع الزمني هذا، ما أحتاجه، ما أحتاج الطابع الزمني هذا. أنا هنا الآن أنا أبغى أجمع عندي
مثلا لو كانت السجلات المدنية على سبيل المثال، واحد خلينا نقول اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هذا سجل مدني. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وهذا سجل مدني. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، معقول يطلع سجل واحد هذا كذا؟ واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، ما أعتقد إنه في سجل ممكن يبدأ بهذه الأرقام. طيب الآن عندك هذه السجلات، طبعا أنت كجهة منظمة كمدرب عندك السجلات حقة المشاركين، لكن ما تبغى الحضور كل الحضور يطلع على هذه السجلات، زي لما تجينا الرسائل ادخل آخر أربع أرقام من جوالك. طيب كيف عندهم ظهرة الأربع أرقام فقط؟ أنا هنا بعلمك شيء تحتاجه، تاخذ الارقام اللي تبغاها. في دالة عندي في الاكسل نسميها ليفت، هذه الليفت يقول لك خذ النص هذا وفاصله منقوطه، كم تبغى تاخذ رقم؟ ابغى اخذ اربع ارقام وقفل، ياخذ اربع ارقام اللي من هنا، شايف؟ طيب لو سحبتها للاسفل طبقت معي. طيب خليني أكرر هذه معكم وأوريكم برضو حركة حلوة، نمسح هذه وأعيد لكم الدال يساوي، بعيد لكم مرتين بس ما أبغى الوقت يروح علي، يساوي وتكتب ليفت يفتح القوس مباشرة، تحدد الدالة الخلية اللي تبغاها وتضغط وتختار على الفاصلة المنقوطة اللي حرف الكاف فاصلة منقوطة، وتحدد كم حرف تبغاه موجود، رقم أبغى أربعة والباقي أبغى كلها يحذفها. ممتاز. طيب عندك خيار إما تسحبها بهذا الشكل وتطبق على الكل، تطبق على الكل تنفذ العملية، ولا طيب ولا ماذا؟ ولا تظللها كاملة في البداية قبل العملية، تظللها كاملة بهذا الشكل وتكتب يساوي وتكتب الدالة حقك ليفت وتحدد هذه الخلية وتختار فاصلة منقوطة، الفاصلة اللي فوقها نقطة، وتأخذ أربعة تقفل القوس. إيش تضغط؟ ماذا تضغط الآن؟ تضغط كنترول، ثبت مفتاح الكنترول مع الإنتر، تترفق لك كل العمليات في نفس الوقت. وهذه الحركة يعني معروفة بهذا الشكل، مثلا نكتب مثلا تدريب القنفذة بنات كنترول انتر. طيب نفذنا الجزئية هذه. طيب لا، واحد يقول الآن أنا ما أبغاها من اليسار، أبغاها من اليمين، جدا سهل، تأخذ رايت وتاخذ الدال هذه وتختار الخليه وتختار تحط اربعه تنفذ. شايف جاب الارقام اللي من هنا، مثلا الجوالات لو كان في جوالات اخر اربع ارقام تكون هذه الارقام، عاده يكون اللي اخر اربع ارقام اللي نستخدمها اخر اربع ارقام، تخليها انت بتستخدم الرايت. اذا نمسح هذه الارقام، عرفنا الان داله الرايت وعرفنا داله الليفت. طيب في عندي شيء اخر اللي نحتاجه الان في دالتنا، هذه الداله الكونكتنت عملها جمع قيمتين. طيب هذا الاسم فاصلة منقوطة، لا حط تنصيص، حط مسافة والتنصيص. التنصيص هذا ايش الفائدة منه؟ عشان يكون في مسافة
بين الجملتين وأختار الجهة الثانية. فاصلة تنصيص فاصلة اختار وأغلق. موسى محمد الشيخ تعليم القنفذة. طيب أنا أحتاج إني أظلل كل اللي معاي موجودين أو أظللهم من الأعلى. ما شاء الله تبارك الله. أعود إلى أول خلية، أضغط هنا يساوي، أكتب الدالة حقتي، هذه الدالة، أختار أول وحدة فاصلة منقوطة وأحط مسافة عشان ما تنشبك الجملتين مع بعض، يعني يشبك اللي بدون مسافة يشبكها مع بعض، الزملاء اللي شغالين على البرمجة والأشياء هذه يعرفوا مثل هذه الأمور، وأقفل. أضغط كنترول مع الانتر، جاب لي كل الزملاء والزميلات دفعة واحدة. طيب إيش الفائدة يا مدرب من هذه الشغلة؟ طيب لا تستعجل علي، ممتاز ممتاز جدا ما شاء الله تبارك الله. طيب خلاص بنسيب النقطة هذه الآن، بشتغل معكم على شيء آخر. الآن على الشات الزملاء والزميلات، أنا الآن على الشات على المحادثة، أبغاكم تعطوني أسماء. الاسم الأول أبغى 10 أسماء، الاسم الأول والأخير، أول 10 أسماء أنا بأخذها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ما لحقت. الحضور معي 266. والله أنا ما لحقت. رنا، علي، خلود المالكي، حصة، البوعينين أعتقد، عهود الجريسي، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، كمان، ممتاز، عايش الشريف، عايشة، الشريف، ستة، أميرة، مرعي، سبعة. المشاركات في الشات، حنان وزان، ثمانية، نسرين السالمي. والله لو تشوف المشاركات الزملاء والزميلات كيف تشاركون في الشات، يا في الشات عندك في الشات او في الاسئله، نفس الاسئله اكتبي. نحا الغامدي، ونحا مظبوط الاسم، نحا الغامدي مظبوط الاسم، اوكي. فاطمه الشريف، شكرا لكم، اعتذر والله، الصوت مو واضح، اتوقع الصوت ما في اشكاليه ان شاء الله. ممتاز، اذا نستمر. طيب الان خلاص خلصنا من المحادثات. الزملاء والزميلات، متى نكسر الجمود في التدريب؟ الادوات اللي بعرضها انا، انت تحتاج اداه واحده منها، لا تقول لي والله المدرب كثر علينا في الادوات، هي اداه واحده انت بتحتاجها، لكن انت في كل مره بتقدم دوره تبغى تغير اداه،
والله المدرب كسر الجمود، ما معه اللي هي اداء واحده هذا المدرب، من عرفناها جابتنا الجمود الاداء حقه. لا، انت كمدرب لابد تكون ذكي، لابد تكون فطن الامور التدريب عن بعد، كل مره استخدم اداه جديده. الان استخدمنا التصويت، استخدمنا نماذج جوجل، جمعنا البيانات، شفتم كيف ان سوينا البيانات بالاكسل، بالاكسل جمعنا ادوات الرايت الليفت والاداء حق جمع الاسماء، جدا جدا سهله. طيب الان بنطلق معكم الى موقع، انا معكم هذا الموقع، هذا الموقع جدا ممتاز في عمل القرعات. الان انا بضيف الاسماء، رنا علي، وكمان عندي خلود المالكي، اعذروني اذا اخطات في الاسماء، عهود وكمان مين معي، عهود عائشة، ان شاء الله كده صح، واميره، وحنان، حنان نسرين، سالمي، اعذروني اذا كنت الغامدي، اللي شاركوا معي ما عندهم مشكله ان اسمائهم تطلع على الشاشه للحضور، فاطمة، الشريف، ممتاز. أنا الموقع هذا جميل في كسر الجمود، في التدريب عن بعد، في أنت كمدرب استخدم مثلا إذا شعرت أن الجمهور المشاركين بيفلت منك التدريب، تبغى تنشط المجموعة، فأنت أضفت أسماءهم، أنا أضفت 10، فنبدأ في أضغط على جو، نشوف من الفائز معنا. تتوقع من؟ شيء آخر اللي هو عمل المجموعات، كيف نعمل مجموعة للتدريب عن بعد. إذا الآن مرنا بمجموعة من الأدوات اللي استخدمنا نماذج الجوجل، نزلنا الاكسل، جمعنا الاسم والاداره التعليميه، بالاضافه الى استطعنا كيف او تعلمنا كيف ممكن اخذ كم مجموعه من الجوالات، عفوا جزء من الجوال او السجل المدني بالادوات اللي ليفت ورايت، او اجمع الجملتين مع بعض. طيب الان نسخت، انا اتوقع اني نسخت كل الاسماء، ما نبغى ننسى احد من المجموعه اللي شاركت معنا. طبعا ما شاء الله تبارك الله العدد كبير، لكن ما يمنع. طيب نسخت الاسماء هذه، انتقل للموقع هذا، هذا الموقع هو الرابط موجود معكم. هذا الموقع الفائده او العمليه اللي يقوم فيها يوزع المشاركين الى مجموعات. طبعا هنا كم شخص تبغاه في المجموعه؟ مثلا ابغالي 10، ابغى لي 10 مجموعات، هو يوزع. طيب هنا انت لا تبغى لك مجموعات معينه، مثلا ابغى لي 50 مجموعه، 50 مجموعه كثير، ابغى لي 15 مجموعه، فهو يوزع الحضور على 15 مجموعه. خلونا في الخيار الاول، خلينا نقول 10 مجموعات، انا العدد اعتقد عندي ماني شايف عشان 162. طيب الان بنوزع ال 162 على 10 مجموعات، لاحظوا هنا يبدا في توزيع المجموعات. طبعا طلعت هذه المجموعه الاولى،
المجموعه الثانيه بيرتبها برضو بشكل اجمل اسفل. هذه المجموعه الاولى بمر عليها، طبعا معنا 10 مجموعات، احنا كل واحد يشوف اسمه ويعرف مجموعته. ما شاء الله حقنا الشرقيه والحسا المدينه القنفذه، ممتاز. هذه المجموعه الاولى، هذه المجموعه الثانيه اللي معي. طبعا هذا جميل الزملاء والزميلات في التدريب عن بعد في البرامج اللي اكثر من يوم، يعني في اعمال بتكون مثلا ممكن اوزعهم بهذا الشكل، ويكون اوزع الاعمال برضو اسوي مشاركه لاعمالي عن بعد. هنا اكيد بيكون في كسر للجمود التدريبي زي اللي حاصل معكم الان. طيب ممكن اشوف الاسئله، انا شفت جاتي عيني اذا كان في سؤال او شيء. اها طيب، هذه المجموعه الثالثه انا في المجموعه الثالثه، لاحظت اسمي هنا. طبعا كيف جبنا الاداره الاسم مع الاداره اللي هو بالاداه اللي استخدمناها في الداله اللي استخدمناها في برنامج الاكسل. هذه المجموعه الرابعه، جميل البرنامج انه جمع مختلف الادارات التعليميه مع بعض. هذه المجموعه الخامسه، اهلا بالجميع، اهلا بكم جميعا الزملاء والزميلات من مختلف ارجاء الوطن الغالي. حقيقه فرصه سعيده في هذا البرنامج ان نكون معا. اعذروني انا لابد اني امر على جميع المجموعات ولكن يمكن بشكل سريع. المجموعه الثامنه، أمل أماني أمان. أعتقد بهذه الحركة ما عاد في جمود تدريبي، حتى الأسئلة أنا ما أشوف في أسئلة، الجميع جالس يقرأ يشوف اسمه وين. والله هذه فكرة حلوة. إذن هذا كان مجموعة رقم 10. إذن الآن التدريب مرتبط عندنا، نحن أنشأنا نموذج الجوجل، حولناه إلى برنامج الإكسل، عملنا دمج للأسماء مع إدارة التعليم، عرفنا لو مثلا تبغى تستخدم أرقام الجوالات آخر 10 أرقام مثلا بدل ما تطلع خاصة يصلح مثلا، لو قلنا يصلح لي في الجوائز في المهرجانات في هذه الأشياء، مثلا تاخذ اخر 4 ارقام وتظهر على الشاشه ويكون الرقم بدل ما تطلع الرقم كامل، وهذا يستخدمونه في المسابقات التلفزيونيه. طيب اذا انتهينا الان، وصلنا الى اللي هو اول عملنا نموذج جوجل، حولنا الى اكسل، جمعنا البيانات في اكسل، القرعه اللي هو اللي استخدمنا الموقع الخاص بال أين هو؟ اللي هذا هو ممكن تستخدمه في المسابقات، في أشياء عن بعد، عن الفكرة لديك أنت. الأشياء اللي برضو اللي استخدمتها في كسر الجمود عن بعد، التصويت اللي وصل 73%، وهذه الأمور برضه هذه من كسر الجمود في التدريب. طيب واحد يسألني يقول لو ما كان في برنامج او ما كان البرنامج اللي عندي ما في امكانيه انشاء تصويت، طيب كيف ممكن ننشئ تصويت؟ في موقع اتوقع اني حافظه معي هنا، في
موجود الموقع. هذا الموقع. هذه التصويتات أنا مسويها في برامج سابقة. الآن مثلا تستخدم أنت أي برنامج للتدريب عن بعد، ما في إمكانية أنك تنشئ تصويت من نفس البرنامج. ممكن تستخدم هذا الموقع بعد ما تسجل في الموقع وتبدأ في التصويت. طيب، إنشاء تصويت هنا في الأعلى. تفتح لنا الشاشة هذه، نضغط مثلا، أنا بكتب شيء المفترض المدرب ما يكتبه حقيقة، لكن أنا بكتب، لا برجي بخليه لآخر شيء، ما مجهز السؤال في الأخير. إيش أختار؟ إيش أختار سؤال أكتب؟ هذا السؤال فعاد اعذرونا، ماني محضر سؤال. بعد ذلك تضغط على هنا على تخصيص، تستطيع إضافة حق جديد. خلنا نضع شيء آخر، أعطوني أنتم إيش غيرها ممكن أكتب. هل تتز؟ والله سؤال جميل، أنا ممتاز جدا والله، أنا الغامدي، والله ممتاز سؤالك، لكن الخضار. طيب، في شك معنا ناس نباتيين، ممتاز. طيب، الآن أضغط على تخصيص، بعد ذلك تبغى تغير تأخذ في القالب، قالب معين اللي هو شكل معين. وبعد ما تختار الأشياء العادية تضغط على إنشاء، يبدأ في إنشاء التصويت له. طيب، من الخانة هذه أضغط على إطار المشاركة. أنا بشارككم الآن هذا الرابط، سوي له نسخ. رجعت نفس الموقع، لصق هذا الموقع. الآن امسحوا هذا، امسحوا الرابط هذا، أبسوي له كوبي، ممكن نحطه على الوورد بشكل سريع عشان يكون أوضح لنا. واضح الآن. ممكن تمسحوا الآن الرابط، ممكن تصوروه زي نفس الطريقة اللي استخدمنا في الأول، ممكن تصور الشاشة بنفس الطريقة بنفس البرنامج. وصوت الآن. إذن هذا أحد أساليب كسر الجمود في التدريب اللي هو التصويت. طبعاً أدوات كثرت علينا، أنا عارف إن الأدوات كثرت علينا، أنشأنا نموذج. أول شيء صوتهم في البداية، صورت هل تلبس الكمام والقفاز او لا. الشيء الثاني، شاركتم معي في انشاء نموذج، ما شاء الله تبارك، كانت الردود رائعه. هذا رقم اثنين، انتقلنا الى الاكسل وجمعنا البيانات، استخدمنا قص البيانات من اليمين او يسار او جمع البيانات. بعد ما جمعنا البيانات رحنا للاداء حق القرعه. قبل الأداء هذه خامسا، قبل الأداء في الشات برضه، هذه من كسر الجمود في التدريب. الأول 10 أسماء أنا بكتبها عندي، والجميع ما شاء الله تبارك الله تفاعل معي وكتبنا أول 10 أسماء، ورحنا للموقع حق القرعة العشوائية اللي يدخلوا يدويا وأدخلنا يدويا، هذا رقم 7. هذه كلها الآن أخذناها، وصلنا إلى التصويت، ذكرت التصويت
اللي البرنامج حقه او المنصه اللي يدرب من خلالها ما تمكنه او ما فيها خيار انه ينشئ تصويت، ممكن يستخدم هذا الموقع اللي استخدمته انا وينشئ تصويت. استخدمنا هذه رقم 8، تعلمنا برضو كيف ننشئ الكيو ار من موقع خاص بالكيو ار، هذه اداه رقم 9. اذا نعود الان الى نشوف التصويت وين وصل، مشاهدة النتائج. إذا لأن هذا هو مشاهدة النتائج. إذا في توازن، يقول لك اللحم 18%، الدجاج 23%، السمك 31%، الخضار 28%. في منافسة بين السمك والخضار. اللي شارك معي 83 صوت. لاحظ هنا 83 صوت. إذا أشكر لكم تفاعلكم. إذا كانت هذه برضها أحد الأدوات اللي ممكن تستخدمها في كسر الجمود في التدريب عن بعد. أحبتي أنا عارف أن الأدوات كثرت عليكم، ولكن لابد أني أعرض عليكم مجموعة من الأدوات وكل مشارك والأداء التي تناسبه. أنا معكم. بنعود الآن إلى العرض. هذه الأدوات الآن أبغى أشوف في المشاركات، بس أبغى أشوف المشاركات، أبغى أشوف المشاركات يا زملاء أو الزميلات. أنا والله ما أتكلم في الحضور والرابط الحضور، لأن الأستاذة علية هي المسؤولة عن هذا الأمر، وهي ممكن معكم قاعدة ترد عليكم. الآن خلونا فعلا نستفيد من الجزئية هذه المخصصة. ما هو كل مرة بنجتمع، وإن شاء الله على دائما على الخير نجتمع. يعني مثل هذه الدورات والتدريب، ممكن الغدا آخر أسبوع، عفوا آخر يوم في التدريب عن بعد. فأرجو أن نستفيد فعلا من هذه البرامج. طيب ممتاز، هذا كان سؤالي. ابغى اعرف ايش البرامج الان اللي اكثر برامج كانت بالنسبه لكم شيقه. ابغى اشوف الان في الاسئله. ايوه الان انا اشوف الان التصويت كلها حقيقه، القرعه الصوت. والله الموقع الثاني جدا جميل في القرعه، لكنه ما اشتغل. التصويت ممتاز. تقسيم المجموعات انا برضو معك، تقسيم المجموعات كان جدا، تصويت جميل، يعطيكم العافيه. جميل. لا في الموقع اللي ما فتح معانا، يبدو انه في السيرفر، ما ادري في مشكله عندي فانا في حفظ الموقع في الرابط. نفس الفكره حق القرعه، ولكن انت تنسخ الارقام، اي عدد من الارقام تنسخه، وهذا مره جدا ممتاز. يعني ما تدخل الارقام يدويا، تنسخها. اللي في الاكسل انا حضرتها عشان انسخها مره واحده، ويبدا يختار من اي عدد من الاسماء. جدا كان موقع ممتاز، بحول الله ان كان فيه وقت نحاول فيه. طيب الان برجع على، شكرا لكم يعطيكم العافيه. الان برجع على هذه التقنيه. يعني هنا يقول احلام الطفوله، ممكن تشارك بشيء، تقنيه اسمها احلام الطفوله. تطلب من المشاركين انهم، بشوف الاسئله انا برضو بشوف مشاركاتكم، تطلب من المشاركين انهم يستخدموا معك او يذكروا احلامهم على واحده من الادوات. في رايكم بعد ما شفنا الادوات، اي اداه ممكن تصلح لهذا الاسلوب احلام الطفوله؟ الشات صح.
نماذج جوجل، ممتاز. أدوات حقت اللي استخدمتها قبل شوي أنا. ممتاز الحائط. أنا وجدت لكم، بس قلت الحائط أنا، خلونا نأخذ الحائط ما يمنع، خلونا نشوف الحائط. أنا حقيقة أحب أشارك سطح المكتب الحضور اللي معي، لأني ما في شيء، وأنا البرنامج هذا كله أعددته من أجلهم، فأنا أستعرض الأشياء اللي في نشاط. لا ليس هذا. نعم هذا. هذا الآن الزملاء والزميلات أبغاكم بنفس الطريقة تمسحوا هذا الكود الكيو آر، هذا بيظهر لكم حائط، أنا معكم بالجوال، وبيظهر لكم حائط إلكتروني. طبعا كنت أنا مؤجل لنهاية البرنامج، ولكن ما دامنا ذكرنا حائط إلكتروني خلينا نشوف إيش الموجود في الحائط الإلكتروني. مسحت الآن أنا معكم، يقول ما رأيكم في دورة كسر الجمود في التدريب عن بعد؟ لا الحقيبة ممنوع، مستحيل أعطيكم الحقيبة إلا الحقيبة. يعطيكم العافية. رائعة، بس نبغى الحقيبة. يقول دائما تجي الملاحظات، والله ما شاء الله تبارك أداءك ممتاز وعالي، ولكن هذه بعد ولكن احنا ما نحبها، انتم جدا جدا رائع وممتع، ولكن نبغى الحقيبه. ايش تبغى بالحقيبه وانتم الان استفدتم من الدوره؟ ما اتوقع ان الحقيبه يعني مجديه وفيها فائده. طيب خلونا نشوف الان. نشوف الردود، ردودكم في الحائط الإلكتروني. طبعا هذا الموقع وموجود الرابط لكم، هذا اللي يسأل اللي أول مرة يشوف الحائط الإلكتروني، هذا حائط نستخدمه احنا، ندخل ونسجل، هذا هو الرابط، هذا هو الموقع اللي هو بادلنت، اللي يمكنك هذا من مشاركة مشاعر في مثلا في اليوم الوطني، في البيعة، في موقف ما، نتشارك أي حائط إلكتروني بهذا الشكل، ونبدأ نسجل على هذا الحائط مشاعرنا واتجاه الوطن، اتجاه الأيام، أيام مثلا اليوم الوطني مثلا، أيا كان يوم الدفاع المدني، أيا كان من هذه الأمور اللي نستخدمها مثلا في الاحتفاء في المملكة، الأيام اللي نحتفي فيها في المملكة، نشارك زي هذا اللي نسميه الحائط الإلكتروني ونكتب مشاعرنا. طيب خليني أشوف أنا هذا الحائط اللي هذا ما كتبتم أنتم. نعود إلى موضوعنا. إذن هذا الآن ممكن، طبعا هذه أفكار ممكن تحولونها كيف ما تشاءون،
كيفما تشاءون. الآن أحلام الطفولة ممكن تحط تضع أي كلمة أو أي مصطلح أنت ترى أنه مناسب. مثلا أحلام الطفولة ممكن ترى أن الأشخاص اللي معي في التدريب أحلام الطفولة غير جيدة لهم. مثلا تضع توقعاتكم، مثلا أنت بتدرب على سبيل المثال ضباط، ودائما تحصل فيهم الحدة، وتحصل بعكس مثلا تدرب طلاب جامعة أو طلاب ثانوية أو طلاب متوسطة. فهنا لابد أنك تختار الأدوات بحسب الفئة اللي معك. طيب، هذه عندي موقف محرج في استخدام الحاسب الآلي. هاي على سبيل المثال، أنا كنت مرة في خريج جامعة الملك عبد العزيز الحاسب الآلي، في أول ما ظهر الأوفيس الجديد والويندوز 95 وهذا التطبيقات، ما عندنا كمبيوترات، ومسكت سيرة في المركز الحاسب في الجامعة، وجات السيرة حقي وبدأت أكتب على الوورد، وصلت إلى نهاية السطر. الحين كيف أنزل سطر جديد؟ ماني عارف، ما أدري، أخذت من 10 دقائق إلى ربع ساعة. أنا محرج إني أسأل اللي جنبي، فسألت اللي جنبي كيف أنزل سطر جديد بعد ما تقطعت بي جميع السبل. قال لي اضغط المفتاح هذا انتر. طبعا اليوم كله قضيته اضغط انتر. فهذا من المواقف اللي لا يمكن اني انساها في 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 حياتي، في اول بدايتي في الحاسب الالي. موقف محرج في استخدام الحاسب الالي، ممكن تستخدم الشات، الحائط الالكتروني او اي شيء، ولكن تذكر هذا الاشياء انت لابد انك تعرف الجمهور اللي معك. أنا أعرف في التعليم المشرفين المشرفات ما شاء الله، المعلمين المعلمات، الإداريين والإداريات، في التعليم قلوبنا واسعة، ما عندنا مشكلة نتقبل أي شيء يعرض لنا. فدائما ننتبه للفئة اللي تكون خارج التعليم، ندربهم عن بعد، لابد أني أستخدم شيء يكون لائق حقيقة. كتابة قصة قصيرة، فهذه في المدونات، وما أدري والله بيسعفني الوقت، ما عاد تبقى معي إلا ثلث ساعة. في المدونات ممكن تستخدم، ولكن مثل هذه أنت بحاجة إلى وقت كافي. يعني دورة مثلا تكون 3 أيام 4 أيام، ممكن تدريب عن بعد يكون شهر معاكم تدريب عن بعد. فأنت هنا ممكن تخلي المشاركين اللي معاك يدونوا بعض الأشياء، تشوف مثلا مواهبهم كيف بيتصرفوا في بالنسبه في كتابه القصص، قد يكون لديهم مهاره في مثل هذه الامور. فكل هذا اللي ذكرت انت تحتاج اداه واحده منها فقط، ولكن هذه الاداه اللي انت تحتاجها متى توظفها؟ اذا شفت في جمود في التدريب. ما شفت في جمود في التدريب وفي اصلا تدريبك تفاعلي، فانتبه تخرج عن المألوف وتقع في المحظور. النقاط المشتركة، النقاط المشتركة أنا بعرضها إن شاء الله لكم بشكل سريع، خلوني أستفيد من ما لدي من وقت. طيب، هذا برنامج الوورد. برنامج الوورد هذا برنامج جدا كبير ومظلوم، ما نستخدمه نحن. نكتب الآن مثلا النشاط اللي عندنا هنا، الزملاء والزميلات ذكر النقاط المشتركة، بطاقة تعارف على سبيل المثال، بمعنى أنه أنشئ بطاقة تعارف فيها الاسم، فيها الإدارة التعليمية، وفيها الهوية الهواية. فأنا لما استعرض البطائق بعد كده أشوف والله هذا اسمه فلان من الإدارة الفلانية، مثلا يهوى ركوب الخيل، والله هذا نفس الاشياء المشتركه، النقاط المشتركه، سبحان الله، نفس النقاط اللي بينه وبينه مشتركه. واحد يجيد استخدام البرمجه، ممكن يكون بيني وبينه تواصل. طيب كيف ممكن نضعها؟ طيب هنا اكتب في الوورد، اكتب الاسم، طبعا كل اللي شاركوا معي ما عندهم مشكله في مشاركه بياناتهم، الاداره التعليميه. الآن
أجي إلى تبويبة مراسلات، أختار تحديد استخدام قائمة موجودة. من اللي يقول صعبة؟ وين الصعوبة فيها؟ ما هي صعبة، كتبت الاسم وكتبت الإدارة التعليمية واخترت المراسلات واخترت واحد اثنين ثلاثة، هذا المثلث استخدام قائمة موجودة، الاسم والإدارة، مراسلات، استخدام قائمة موجودة. طيب الآن أعتقد أن الملف اللي نزل كان في سطح المكتب، احنا حفظناه في سطح المكتب في كسر الجمود في النصوص، هذا هو. طبعا انت بتختار الملف اللي في الوجهة اللي انت اخترتها، اللي انت وضعتها، اللي نزلت عليها. طيب هذا في ورقة واحدة، بختار موافق هنا، هذه الاسم الثلاثي نزل هنا، الإدارة التعليمية أخذ مسافة، نزل الإدارة التعليمية ونزل هنا. طيب أعطيها لون مختلف، بس اسمحوا لي أظللها بهذا الشكل، وبروح عند الألوان بعطيها مثلا لون الأخضر، وبعطي هذه كمان اللون الأخضر. انتهى، ايش رأيكم؟ رأينا فيش؟ حلو السؤال. الآن بضغط على معاينة، كتبت الاسم، الإدارة التعليمية، اخترت مراسلات، بعد اخترت مراسلات حددت تحديد المستفيدين واستخدام قائمة موجودة، استخدمت الإكسل الموجود، بعد ما استخدمت الإكسل الموجود ظهرت لي هذه الحقول، ما أحتاج أي شيء منها، أحتاج هنا إدراج، أضع المؤشر، خلوني بس أخرج برا كذا شوي، أضع المؤشر في المكان اللي فيه موجود المؤشر، أضغط على أدرج هنا، يدرج معي في المكان، في أي مكان موجود المؤشر يتم إدراج هذا الحقل. طيب بعد ذلك أضغط على معاينة النتائج، طبعا بيجينا عدد كبير، نشوف رقم واحد الآن ونشوف الأخير، هذا الأخير وهذا الأول، نتنقل بينها. طبعا لو كان هنا فيه الهواية، الهواية اللي هي يكون أشياء مشتركة. طيب التالي، طيب ممكن بعد ذلك إني أحفظها بصيغة عفوا أخطأت عرض فين المراسلات، أخطأت النقطة هذه، أعتذر منكم، ما أحفظها هنا، إنهاء ودمج. إذن كتبت الاسم، الإدارة التعليمية، اخترت مراسلات وحددت تحديد المستلمين، موجود في اليوتيوب، موجود شرح لها وافي اللي هي دمج المراسلات، وعندي مقاطع فيها في اليوتيوب موجود يشرح دمج المراسلات، وبأشرحها إن شاء الله لكم في هذه الحقيبة وتكون مدرجة لأنها ما تأخذ وقت، والدورة هذه بتكون مسجلة وموجودة على القناة الخاصة بالتدريب. طيب نختار بعد كده إنهاء ودمج طباعة المستند، تظهر لي الكل، إنهاء ودمج والكل، أحدد الطابعة اللي أنا أستخدمها مثلا، خليها PDF، موافق، نروح عند النصوص أحط لها كسر الجمود في التدريب. عارف اني اطلت عليكم، ولكن ان شاء الله انا ابختم بهذه. طيب خلاص انا انتهيت، اروح للمجلد حقي، النصوص، وهذه المشاركين معي، انزل الأسفل،
يعني تقريبا 161 صفحه من البيانات تكون موجوده، عدد كبير من البيانات، هذه الاسماء. وهذا جميله جدا ان تكون تصنع على شكل بطائق تعارف للمشاركين اللي معك في البرنامج. ممكن اشوف الاسئله لو في اسئله، لكن خليني قبل الاسئله نشوف ما ايش اللي لدينا. هذه هي بطاقة التعارف، النقاط المشتركة، بطاقة التعارف. عندي طرح أسئلة، أيهما تفضل أكثر، زي ما طرحنا أسئلة في التصويت، أيهما تفضل أكثر. كتاب قرأته مميز، ممكن تختار تستخدم الحائط الإلكتروني. جميع الصور هذه مرخصة ومن موقع، الموقع موجود الرابط حقه. وأنا دائما أنصح أي مقطع يوتيوب، أي صورة، لا تستخدمها إلا وهي مرخصة في تدريبك المباشر، فما بالك بالتدريب عن بعد. لابد تكون كل الصور اللي تستخدمها إما خاصة فيك أنت من إنتاجك أو تحت ترخيص جميعها. لاحظوا الزملاء والزميلات تحت رخصة المشاع الإبداعي. فأي حال الموقع هذا يعطيك صور، ما حد يقول منين جبت هذه الصور. طيب، التدريب التقليدي عن بعد الآن ما يعرض على قنوات. ممكن أنت أثناء تدريبك وتكون مهيأ، ممكن تقتطف جزء من هنا، يكون عندك سبورة وقلم، وتشرح، تشغل الكاميرا وتشرح للحضور اللي معك جزئية معينة عن بعد. فهنا ممكن زي ما يحصل في قناة عين للدروس، منظومة التعليم الموحد، وما يشرحه ويقدمه صراحة من جهود رائعة لأبنائنا وبناتنا وهم في بيوتهم لاستمرار عملية التعليم. طيب، أنا وصلت للنهاية حقيقة. شكرا لكم، شكرا لإتاحة الفرصة من قسم التدريب بنات، إتاحت لي هذه الفرصة لعرض هذا وتقديم هذا البرنامج. ألتقيكم إن شاء الله في برامج أخرى. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا لك يا أستاذ موسى، وشكرا لا توفيك حقك على هذا الكم الهائل من المعلومات وفي طرق كسر الجمود عن بعد. حقيقة استفدنا من هذا البرنامج، جزاك الله عنا خير الجزاء، وشكرا لك يا